نزوح المئات من قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب بعد تزايد القصف بشكل غاشم من جانب الاحتلال الإسرائيلي، ده بيخلينا نتساءل هل يعتبر هذا النزوح من ضمن مخطط الاحتلال لتهجير الأهالي من قطاع غزة؟ خلينا نعرف تفاصيل أكتر ونعرف إجابة هذا السؤال من الأستاذ علي عاطف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية. في إصرار من الجانب الإسرائيلي على إخلاء شمال قطاع غزة، عايزة أعرف من حضرتك يعني بتبرر ده أو بتعلق أو شايف الهدف من إخلاء شمال غزة إيه يا فندم؟ يعني للأسف الاحتلال الإسرائيلي يبدو أن لديه يعني خطة واضحة منذ البداية، منذ يعني أيام يسعى لتحقيقها، وهو تهجير الأشقاء الفلسطينيين بشكل عام من القطاع غزة إلى جنوب القطاع ومن ثم إلى مصر، وبالطبع يعني مخطط ترفضه مصر، وتهجير أيضا الأشقاء من الضفة الغربية إلى الأردن. هو أيضا أمر أكدت عليه الأردن ورفضته. يعني هذا يأتي في إطار الخطة الإسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية بشكل كامل، وبالطبع يعني الدول العربية ومختلف دول الشرق الأوسط عبرت عن رفض هذا الأمر خلال قمة أمس، وأيضا خلال القمم الماضية كانت قمة السلام أيضا تعبير عن يعني رفض هذه المخططات الإسرائيلية، وأيضا يعني خلال الاتصالات الأخرى التي أجرتها مصر ومع مختلف دول العالم أكدت أيضا على رفض هذه المخططات، وأكد أيضا قادة العالم المختلفين من مختلف المناطق على رفض هذه المخططات التي يرمي إليها الاحتلال الإسرائيلي. طب فندم، على جانب آخر برضو يعني تابعنا امبارح زعم قوات الاحتلال أنها تقول أن أسراها موجودون بالفعل في جنوب القطاع، ده ليه أي دلالات؟ لا، هو يعني اعتقد انه مبرر بشان يعني المحتجزين، اعتقد انه مبرر من جانب او حجه يعني من جانب الاحتلال لاخلاء المناطق، يعني اخلاء مناطق بعينها يرمي اليها الاحتلال، اعتقد انه يعني مجرد مبرر، ليس هناك يعني ادنى شك في ان ده مبرر او حجه من جانب الاحتلال الاسرائيلي بضرب مناطق بعينها. يعني اعتقد ان الاحتلال ضرب جميع المناطق الفلسطينية وتركيزه الأكبر هو على المدنيين. يعني كان إحصائية مؤخرا أصدرتها وزارة الصحة في قطاع غزة قالت أن 67% من يعني من الشهداء في قطاع غزة هم من النساء والأطفال، والبقية يعني من الرجال من غير المسلحين. فأعتقد أن دي كانت مؤشر قوي على يعني أهداف الاحتلال الإسرائيلي من وراء عمليات الإبادة الجارية في القطاع. طيب منذ أيام أستاذ علي، إزاي حضرتك شايف إن الاحتلال بيلعب على الروح المعنوية عند الأهالي من خلال إسقاط العديد من المنشورات التحذيرية بالنزوح وترك منازلهم من الشمال إلى الجنوب؟ وبعدين وماذا بعد؟ يعني ماذا بعد النزوح من الشمال إلى الجنوب في ظل رفض مصر لوجودهم أو خروجهم من القطاع، لأن ده فيه تصفية القضية؟ يعني الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أنه بيقوم بعمليات يعني عمليات نفسية، يعني تندرج في إطار الحرب النفسية لترك الأشقاء الفلسطينيين والمواطنين الفلسطينيين منازلهم. هو يعني يهدف لهذا الأمر في النهاية، شن حرب نفسية ضد الفلسطينيين من أجل ترك منازلهم. يعني وده يمكن احنا نقول ان هو ياتي جنبا الى جنب مع يعني عمليات الاباده او الهدف النهائي من عمليات القصف العسكري العشوائي التي يقوم به الاحتلال الاسرائيلي. يعني هذا يندرج في اطار الحرب النفسيه التي يعني تهدف في النهايه لاخلاء القطاع بشكل كامل، ويعني انهاء القضيه الفلسطينيه. يعني الاحتلال لديه خطه يعني يريد اكمالها. يعني خلال السنوات اللي فاتت كان الاحتلال يعني سيطر على 85% من الأراضي التاريخية لفلسطين، تبقى 15% في الضفة الغربية وقطاع غزة. يعني يرمي الاحتلال أعتقد لإكمال هذه الخطة عبر تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. طب يا فندم، يعني
عواقب نزوح المئات من قطاع غزة؟ حسب الدراسات والإحصائيات أنه بالفعل نزح 1.5 مليون مواطن من قطاع غزة. يعني عايز أعرف من حضرتك أولا عواقب هذا النزوح، وأيضا يعني في قراءة أخرى فكرة أنها تبرر وجود الأسرى في جنوب قطاع غزة، هل ده ممكن يكون بمثابة مبرر أو يعني ذريعة لقصف الجنوب بشكل أكبر؟ سريعا جدا أرجوك يا فندم. هو يعني زي ما بقول لحضرتك، هو يعني حاجه فيما معناه من جانب سلطات الاحتلال لقصف مناطق بعينها داخل الاحتلال، ويعني اعتقد ده اكد عليه القاده بالامس على رفضه، واكدوا على رفض جميع مخططات التهجير. فيعني هذا شيء مدان، ويعني ياتي في اطار الخطه الاسرائيليه ل يعني اخلاء مناطق بعينها في قطاع غزه وتهجير الفلسطينيين بشكل كامل من القطاع. وضحت الفكره، بشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ علي عاطف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه.